عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هقدم لكم مجموعه تمارين خاصه بكل عضلات الجسم في المنزل ان شاء الله. وازاي؟ يبقى ده بسيطه جدا. اولا اللي هيستخدم الحاجات اللي هتحل مكان الدنابل ازازه ميه فارغه، وهنعبيها رمل عشان خاطر الوزن يبقى اقل شويه، لانك لو عبيتها ميه هتلاقي الوزن قليل، فمش عاوزين حاجه تكون تقيله وفي نفس الوقت نعرف نتمرن بقى وسهله متوفره. دي اول حاجه. تاني حاجه ايد ماشي، وهي سهلة جدا طبعا، وهنقول لكم هنستخدمها في دلوقتي، بس تابعوا معايا. الاول اول حاجة هقدم لكم مجموعة تمارين خاصة بعضلة البنش وان شاء الله تستفيدوا منها. اول حاجة هنقدر ان احنا نبدأ بيها وهي الضغط. في كذا مستوى من تمارين الضغط. اول حاجة اللي هو الضغط العادي بتاع اي شخص، اللي هو كان مثلا بيتمرن قبل كده وقادر انه يلعب تمرين اهو. لازم طبعا على ظهري، طبعا ظهري يكون مفرود ويكون ايديا ثابته كده ومفتوحه فتحه كويسه، مش واسعه قوي ولا ضيقه قوي. وننزل واحد اثنين اربعه خمسه ستة. طبعا كل تمرينه من دي او كل مجموعه عمال هتبقى 3 مجموعات في 12 تكرار، 3 في 12، 3 مجموعات في 12 تكرار ان شاء الله. اول حاجه ده قلنا زي ما انا وريتكم، ده هيبقى الضغط العادي بتاع اي شخص. طبعا جسمك يبقى مفرود وصدرك مفرود زي ما انا فاهم كده، وايدك ثابته وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع واحده واحده، وتحاول على قد ما تقدر ان انت تشيل جسمك كله، لان التمرين الضغط عموما يعني هدفه الاساسي انه يشد الجسم كله، وطبعا بيبقى تركيزه اغلبيته على الدراع، على عضله التراي والبنش. تمام، ده اول شكل من الضغط. تاني شكل من الضغط، وهو اللي لسه مش بدأ الرياضه قبل كده خالص، وهو انك هتبقى معتمد على ركبتك في الاستناد على الارض بالاضافه الى ايدك، هتبقى كده ورافع رجليك من ورا كده وتنزل بقى كده. طبعا دي برضه شكل من اشكال الضغط للي لسه مبتدئين او لسه ما دخلوش او ما مارسوش قبل كده الرياضه. وكمان هو بيبقى مش نفس التركيز برضه على الجسم كامل زي التمرين العادي. ده اول شكلين. ثالث شكل ان شاء الله، وهو ممكن ان احنا نستخدم فيه الدنابل اللي زي دي كده. وهي هتديك برضه مساحه ان انت تحاول تشتغل على العضله، بس ده بقى يركز التركيز كله على عضله البنش كامله بالاضافه لعضله التراي، وهو الشكل ده كده. انك هتخلي دي كده تنزل كده، تديك مساحه نزول اكبر من الوضع اللي قبل. طبعا يا جماعه كل تمرين من التمارين بقى اللي مش الشكل الخفيف ده طبعا هيبقى تكرارها 3 مجموعات في 15 مره. تمام، ده اول شكل. دي تالت شكل اصلا، وكمان في شكل بس هيدينا بقى مساحه اكبر، وهو ان احنا نستعمل كرسيين زي دول كده. نخلي الكرسيين مقابلين لبعض زي ما انت هتثبت ايدك كده وتفرد جسمك وتنزل للاخر وتطلع، تنزل للاخر وتطلع. طبعا كل ده 3 مجموعات في 12 مره. وكمان يا جماعه اهم حاجه من التمرين ده كله ما تنساش شرب الميه، لان شرب الميه عليه عامل اساسي كبير في حرق الدهون، وفي ان هو بيخليك اصلا نشط وبيخلي جسمك فليكس كده معاك. والشكل اللي بعد كده نقدر ان احنا نستعمل معانا الدمبل واحد. في ايه بقى؟ ان احنا نعصر العضله. ممكن مثلا في الشكل كده تعمل كده وتضم جامد تخلي تركيزك كله على العضله، ان انت ايدك اهي كده اهي 3 مجموعات برضو في 12. ده على فكره للرجال وللستات كمان. وفي شكل تاني كده كانك بتلعب تجميع من تحت او ساعه كابل من اسفل. ده بالنسبه لبديل الجيم طبعا. وكذلك الدراع الثاني اهو كده كده، بس كل التركيز وين حط ايدك كده على العضله، وتاكد ان العضله شغاله 100% وجايه مستجابه معاك،
وكذلك ممكن تعمل كده برضو، كذلك ده شكل برضو من أشكال التمرين، تعمل استرتش لجانب العضلة. تمام كده؟ تمام. هو دي معظم التمارين اللي انت تقدر انك تتمرنها في البيت وكل شهور وكل سلاسل، كل ادوات بسيطه جدا معاك، وتعرف انك تستفاد منها وتفيد جسمك. والعضله الثانيه ان شاء الله هنشتغل عليها هي عضله الظهر باذن الله. للاسف الظهر يعني محدود تمريناته في البيت، لان هو متشكل في عباره عن عقله، ممكن تتمرن عقله، وهو العقله طبعا حاجه كويسه خالص، حتى لو في المنزل لو في عقله متوفره او عقب باب كده كل حديد جامد يعني ممكن تتمرن بيه. وكذلك ممكن تلعب برضو بالدنابل سحب وتعريض، هوريكم ازاي تلعب سحب وتعريض. وبرضو في تمرين دلوقتي هوريها لكم ازاي تعمل سحب بالدمبل اللي احنا عاملينه ده. اولا هتثبت ايدك على كرسي، ظهرك لازم يبقى مستقيم واخد الشكل ده كده، شكل السبعه بسيط كده. ليه؟ لانك لو اتقوصت الظهر واحدة في واحدة هتلاقي بدأ ظهرك ينحني، بدل ما هو بيتفرد ويبقى يعني تلاقيه مستقيم وشكله جمالي، لا هتلاقيه ينحني. تمام؟ فاحنا لازم أول حاجة زي ما انتم شايفين كده الظهر أهو كده يكون في الانحناء البسيط المعلم، وتمسك الدمبل أهو أهو ده شكل السحب. هو طبعا الاوزان خفيفه برضو بالنسبه للتمرين، بس هتحتاج ان انت تجيب بقى تكرارات اكتر. طول ما انت بتمارس بشده التمرين زود في عدد التكرارات، ده هيفيدك اكتر وهتحقق بيها ان شاء الله نتائج كويسه. ده شكل ايه؟ قلنا السحب. التعريض نفس الوضعيه، ظهرك اهو، ظهرك زي ما انا قلت، وكده ايدك لجوه كده وتطلع كده ايدك لجوه، مش تنطر، لا انت بتطلع كده. سحب خفيف وتحمل العضلة وتنزل تاني، سحب خفيف وتحمل وتنزل تاني، سحب خفيف وتنزل تاني. ده تاني الشكل من الأشكال. يبقى هو ده الشكلين اللي احنا نقدر نعملهم هنا، وبالإضافة لو في عقلة، بس الباب من هنا ما فيهوش عقلة عشان كنت أوريكم. وإيه تاني؟ إن شاء الله هكون قدرت أفيدكم برضو في التمرينة دي. والعضلة التالتة معانا إن شاء الله هتبقى عضلة الأكتاف اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ازاي نمرنها؟ طبعا قبل اي حاجه ده كله المفروض نسخن اكتاف خفيف كده، يبقى ايدك فاضيه او لو في حاجه ازازه ميه صغيره دي ممكن تسخن بيها عادي كده. المهم ان انت تخلي تسخنها عشان خاطر ما يحصلكش اصابات او تحس بالم فيها بعدين. اول شكل هنتمرن فيه في الاكتاف هو الدفع الجانبي، وهو بالدمبل ده ان شاء الله. هتخلي وش الدمبل وتسند ظهرك على حاجه، او تخلي او تحط مخده وراك او اي حاجه عشان خاطر يبقى ظهرك مستقيم. وهنا كده وتنزل وتطلع، تنزل وتطلع، تنزل وتطلع، تنزل وتطلع. طبعا ده اول تمرين لو ده خط عشان العضله الجانبيه بتاعت الايد. ده كده عرفنا اول شكل، وده هيتكرر برده كذلك زي ما انا قلت 3 مجموعات في 12 مره. و ده اول شكل. بعد ما تلعب 3 مجموعات 12 مره دفع جانبي، في حاجه اسمها رفرفه جانبي. والرفرفه الجانبي بتقف فرد جسمك كده مستقيم وثابت، وفرد اكتافك وماسك الازازتين كده فيه وبتتمرن كده. المفروض الكتف اهو مش يبقى المفروض اهو كده عشان خاطر ما ياثرش على مفصل الكوع. يلا واحد سيب الدمبل، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. تمام. ده تاني شكل او تاني تمرينة بالنسبة لعضلة الكتف. كذلك الرفرفة الجانبي اسمها التمرين بالرفرفة الجانبي، وده عشان خاطر العضلة الجانبية برضه. تالت مجموعة أو تالت تمرينة هيبقى دفع أمامي. دفع أمامي ده هيبقى فرد بقى، إيدك برضه قاعد ساند ظهرك مستقيم وكتفك مفرود، إيدك أمامك كده
ده عشان خاطر العضلة الأمامية بتاعت الكتف. وترفع وتنزل، ترفع وتنزل، ترفع وتنزل وكذا. وبعد كده تاني رايح كده تقعد كده ترفع وتنزل، ترفع وتنزل، وتخلي كل التحكم على العضلة. ويبقى ايدك مستقيمة كده جاية بخط مستقيم كده أمامك. ده تالت شكل بالنسبة للعضلة، ده تالت شكل بالنسبة لعضلة الكتف، وأول شكل بالنسبة للعضلة الأمامية. تالت حاجة أو رابع حاجة بقى إن شاء الله في تمرين العضلة الأمامية هو الرفرفة الأمامي. وهنشوف دلوقتي معاكم برضو واقف سابي، جسمك مفرود كده 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 كده، كلامنا الرفرفة الإيه الأمامي. في بقى تمرينة خاصة بالكتف الخلفي، الكتف الخلفي هو هنا ده يا جماعة، هي العضلة المركزة هنا دي. تمرينها الوحيد هو لها كذا شكل من التمارين، بس التمارين اللي هنقدر نتمرن بيها هنا في البيت باستخدام برضو الدمبلز هنا اهو وكده، وتنزل براحة كده وتنزل كده 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 اوكي كده اوكي كده اوكي اهو. وهو تركيزها على العضلة الخاصة بعضلة الكتف، وهو ده التمرين الوحيد اللي هنقدر نتمرنه بيها هنا. وأيضا ممكن يبقى برضه في شكل من الأشكال وهو كذلك، إنك تمسك الشكل ده كده وتضم كده كده، بس تخلي التركيز يبقى على العضلة. وهو ده التمرينة الخاصة بعضلة الكتف الخلفي. دلوقتي هنلعب بقى الترباس، الترباس اللي هو العضلة دي، وهو برضو الشكل اللي احنا نقدر نتمرن بيه. أول حاجة كده التمرينة التانية لعضلة الترباس، وهو انت هترفع كده كأنك بتلعب برفرفة، وبتنزل كده تقلب معاك ترباس. معرفش تشوفوها ولا لا، اوريكوا اهو. وهو ده برضو التمرين الخاص بالترباس ايضا. وكده نبقى احنا وريناكم التمرين الخاص بعضلة بالضغط او عضلة البنش اقصد، والتمرين الخاص بعضلة الضغط، والتمرين الخاص بعضلة الكتاف. العضلة الجاية بقى هيبقى على الدراع، تابعوا تمرين عضلة الدراع اللي هو الباي والتراي والريست. بس الريست مش متوفر له معايا حاجة ان انا اقدر اعملها لكم دلوقتي، بس قريب ان شاء الله هنزل لكم تمرين تعملوها بيه. اولا الباي، انا بالدمبلز دي تثبت ايدك كده وجسمك مفروض، وتطلع تلعب باي وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، كذلك شوف الدراع بتثبت ازاي، مش بتحرك مرسوعي ثابت مش بتحرك. طبعا ده ثلاث مجموعات في 12 مرة، ثلاث مجموعات في 12 مرة. ده أول شكل، ده اسمه تبادل، تمرين التبادل للباي. تاني بقى الشكل للتمرين هو اسمه للتكوير، إنك هتقعد كرسوعك أو كوعك زي ما أنتوا بتقولوا هيبقى ثابت هنا كده عشان تطلع كده، ده عشان بيكور معاك العضل أهو. تطلع وانت طالع حاول يبقى في لفة كده، ايدك تلف وكذلك الايد التانية.
ده الشكلين لعضلة الباي التراي. بقى في كذا شكل. اول حاجة انك تقعد وتسند ظهرك بظهرك مستقيم وتجيب دامبل كرسوها كده اهو كرسوها كده تلعب كده فرد. طبعا انت ممكن تلعب التمرين دي كده عادي وممكن تلعبها وانت مد جسمك بس لو في دكة طبعا يعني لو في بقى كويس اهو. طبعا دي مش شد معانا عضلة التراي من تحت كده وكذلك الايد التانية اللي حضراتكم شايفين. وممكن لو مش هتعرف تحكموا دول بتسندوا لكم عادي كده مش فيها مشكلة. تمام كده ده اول شكل من التمرين. طبعا كل حاجة 3 مرات في 12 مرة مش محتاج ان انا اكرر. تمام كده اللي بعد التمرينة دي في حاجة اسمها تمرين الترفس. وهو الرفس يا برو تبتدي انك لو في دكة ماشي مفيش تسند ايدك على حاجة زي كده وتثبت الكرسور الحتة دي هنا في الجانب وتتمرر كده يعني تلف اهو. وهو ده الشكل التاني لتمرين التراب اسمه الرفس. وبكده تقدر ان انت تكون يعني حققت افاده لعضله الباي والتراي من التمارين البسيطه دي بس بقى التكرارات. وحتى لو انت مش حسيت بالاوزان شايلها دي باجهاد للعضله او ان انت استفاد ممكن ترفع عدد التكرارات عادي او تزودها مش في مشكله. التمرين اللي بعد كده ان شاء الله هتبقى الرجل. استمروا معايا. سكوات. سكوات هو بالشكل ده بتفتح رجلك في نفس فتحه كتفك في نفس المكان في نفس الحاجة بتاعتك فتحة كده وتنزل كده تطلع كده تطلع تنزل في النازلة في الطلعة ظهرك مفروض مستقيم عشان ما يحصلش أي إصابة. لو عاوزين نصعبها نمسك دامبل في ايدينا أو مثلا كده وننزل ونطلع ننزل ونطلع ننزل ونطلع. طبعا دول 3 مجموعات في 12 مرة. والشكل التاني بقى اللي هو التمرين او المجموعة التانية هو هيبقى الطعن. الطعن ممكن تلعبه بيد فاضية وممكن تلعبه بيد وانت ماسك الدمبل في ايدك كده. وممكن تاخدها لو في مكان مثلا طرقة واسعة ممكن تاخدها ماشي بقى في الراحة في الجيل برضه 3 مجموعات في 12 مرة. وشكل تاني للطعن لو انت عاوز صعبه كنت فوق الارض تستخدم كرسي وتطلع كده تنزل تنزل. ممكن تستعين برضه بدمبل تطلع وتنزل تطلع وتنزل. طبعا هتبدل بالرجلين اللي هو كده تطلع كده. أو ممكن تطلع وتنزل وتطلع وتنزل. تمام؟ هي دي التمارين الخاصة بعضلة الأمامية للرجل. في برضو تمارين بقى خاصة بعضلة الخلفية هو إنك هتمسك الدمبل بالشكل ده. وتقدر طبعا تفرد ضهرك وتفرد رجلك. خلي فيها نسبة تانية بسيطة بس في الضهر. ده بيشد معاك العضلة الخلفية بالسمانة. طب التمرين بقى الرئيسي للسمانة هي كذلك تمسك ضغط في ايدك ورجلك 11 وتطلع وتنزل تطلع تجيب اخر تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل. وهو هيبقى بالشكل ده تطلع وتنزل تطلع وتنزل كده تطلع وتنزل صح.
وتنزل هي كذا تطلع 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 وتنزل تطلع وتنزل ثانيه تفتح رجلك سوا تطلع وتنزل تطلع برضو وتنزل تطلع وتنزل وبعد كده كده عشان تشتغل على رؤوس العضله المختلفه فبتحقق اكبر قدر من الاستفاده يعني ممكن. وكده نكون وصلنا النهارده لاخر الفيديو وان شاء الله تمرينة البطن دي عايزه فيديو تاني خالص لوحديها لانها تمارينها كتيره لان كل تمرين على الارض قليل جدا لو بتحتاج مثلا وزن تستعمله في فان شاء الله ده هيبقى فيديو تاني خالص. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.